محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. كل الشكر والتقدير إلى الأستاذ الشاعر علي غريب عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أشرف الموت قتل الشهادة. وعنه أيضا: فوق كل ذي بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله، فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر، والبر هو الخير. انتهى قول النبي: والبر هو الخير، وهو الطاعة وكمال الخير، ومظهر الطاعة الحقيقية لله تعالى هي مرتبة الشهادة. وعن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال: ما من قطرة أحب إلى الله عز وجل من قطرتين، قطرة دم في سبيل الله، وقطرة دمعة في سواد الليل، لا يريد بها العبد إلا الله عز وجل. نستقبل الفقرة الأخيرة، أبيات ونواعي لسماحة الشيخ عبد المحسن ملا عطية، فاصحبوه بأعلى أعلى الصلوات. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، لعن الله الظالمين لكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وقالوا لم يشيع شبل طه، وقالوا لم يشيع شبل طه، وقالوا لم يغسل شبل طه، ألم يك غسله فيض الوريد. وقالوا لم يقلب والعوادي تقلبه، على حر الصعيد. وقالوا لم يشيع شبل طه كتشييع الجنائز للحود. فقلت: إذن لمن في الرمح راس يطاف به البلاد إلى يزيد. يلفت انتباهي في مثل هذه المناسبات والحوادث، طبعا اتشكر من الشاعر والسيد والشاعر جاد وفى السيد ما قصر، وقدم احر التعازي للاخوان اهل الفقيد وكلنا اهل الشهيد، والحاضرين كذلك من آباء الشهداء والناشطين في هذا المجال. يلفت انتباهي في هذه المناسبات شيء مهم جدا، ما أريد أن أتكلم كثير، وهو أن الإنسان بمثله وقيمه العليا وقيمه الدنيا هو الإنسان. يعني عندما نقرأ الإنسان كثيرا
ونراجع القرآن في دراسته للإنسان، نجد الإنسان قبل 1000 سنة هم نحن، هم نحن بكل القيم وبكل المثل، بكل القيم وبكل المثل. لم يجري على الإنسان في برامجه الوجودية والخلقية والخلقية وعملية التفكير أي تحديث أبدا. فلهذا الذي يلفت انتباهي أمور: هل أن الإنسان الذي وقف قبل 1000 سنة أو قبل 1400 سنة في بدر وفي أحد وفي مؤتة وفي المواقع كلها وفي الجمل وفي صفين وفي النهروان وفي كربلاء، هل له نظير؟ الكثير منا في عالمنا هذا اليوم يقول لا، وأنا أقول نعم، أنا أقول نعم، لأن الإنسان هو الإنسان. الفرق بيننا وبينهم بأنهم وقفوا موقف الامتحان من أقوى وأكبر أدوار الامتحانات على الإنسان، ونحن لم تتهيأ إلينا. هل ولو تهيأت لتفجرت قيم البشر وقيم الإنسان، كل الإنسان. في كربلاء الشهداء مسيحيون فحبوا الإسلام لأن فيه تضحيات نبيلة، في كربلاء الشهداء سنة ليسوا شيعة فحبوا أهل البيت لأنهم قدموا تضحيات وقيم عالية للإنسان. فالإنسان هو الإنسان، هذا الإنسان الذي نحن ننتقده، وهذا الطائفي وهذا العنصري وهذا الإرهابي زين وهذا الإقصائي وهذا الناصبي وهذا، هذا إنسان. يوم من الأيام أنت تكتشف أن لا، يمكن أن هذا يمتلك من الداخل مكونات ومقومات أنت تمتلكها، ممكن أنه يكون أرفع من المستنقع الذي هو فيه يوما ما. زين، أنا وأنت نجهل إمكانياتنا ونجهل استعداداتنا، وأنت تجهلني وأنا أجهلك. نحن نعرف أنفسنا، أنا أعرف نفسي معرفة سطحية، لأن كثير من الأمور التي ممكن أن تنكشف لدى الإنسان أمام ذاته تجريبية، تجريبية. وأجهلك لأن الكثير هي تجريبية، يعني أجربك في الحياة، منتهى التجربة في الحياة منهج متكامل. لو جربتك في الأموال هذه تجربة ناقصة، لو جربتك في الإخلاص هذه تجربة ناقصة، لو جربتك في الشرف وجربتك في الضمير وجربتك في العطاء، عندما تصل إلى أنك تعطي دمك هي تجربة كاملة متكاملة. خلصنا من الكلام. ما هو الفرق بين الشهيد وبين من يحب الشهيد؟ لا فرق كذلك. ما هو الفرق بين الشهيد وبين من يقدس الشهادة؟ لا فرق، لا فرق، ولكن هناك فرق في الامتيازات الأخرى وفي العطايا.
الكلام لجابر بن عبد الله الأنصاري شيخ الأنصار عليه السلام رضوان الله عليه، قليلة في حق مثل جابر رضوان الله عليه لباقي الصحابة. قال وهو على قبر سيد الشهداء، أشهد الله إنا شاركناكم فيما أنتم فيه. قال له المرافق عطية العوفي أو ابن عطية، قال وكيف ونحن لم نصعد جبلا ولم نهبط واديا ولم نطعن برمح ولم نضرب بسيف، والقوم قد فرق بين أبدانهم بين رؤوسهم وأبدانهم، وأيئمت نساؤهم، رملوا نسوانهم وضاعت عوائلهم وضاعوا أهاليهم. قال لحديث سمعته من حبيبي، شوف الميزات، ما يقول من سيدي، لحديث سمعته من حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله، قال من أحب قوم شاركهم، من أحب قوم حشر معهم، ومن أحب عمل قوم شاركهم في عملهم. كلام فاصل، نتيجة فاصلة. زين، هل أثبتت لنا التجارب شيء من هذا؟ لو كلام نظري، لا، أثبتت لنا التجارب أشياء من هذا. أنا ما أريد أن أسقط الواقع على أزمتنا في مجتمعنا بقدر ما أريد أن أسقطها على الإنسان وإمكانيات الإنسان، لأن أعم بكثير في كربلاء. نهاية الكلام، في كربلاء أنت تقرأ في الإنترنت وتقرأ في برامج التواصل الاجتماعي قضايا محرفة، ولكن أنا بجيب لك الآن قصة بأختم بها، مو قاريها في الإنترنت ولا في برامج التواصل الاجتماعي، لا، أنا راويها ممن عاشها، أعتبر نفسي راويها ممن حضرها. هاي القصة أنت كلكم عارفينها، بس أنا بأكررها عليكم لأني أنا راويها من عنصر من العناصر التي كانت متواجدة ضمن الحدث في صحن الإمام الحسين عليه السلام. جابوا مجموعة في بعد أن سيطروا على كربلاء في الشعبانية، زين، وضربوا قبة المولى المعظم عليه السلام، ودخلوا العتبة المقدسة الشريفة، جابوا 30 بين شاب وكهل، وصفوهم وين الآن المتحف، متحف العتبة الحسينية، هني صفوهم، هني في الصحن، هني في هذا الموقع، وجاهم هذا الملعون اللعين حسين كامل الكلب وأمثاله كلهم كلاب. اسمح لي أن يكون لساني هالشكل لأن احنا نعيش توتر، زين، احنا نعيش مشكلة الضمير، نعيش أزمة، يعني احنا الطرف المقابل إلينا يعيشون أزمة ضمير، أزمة وعي، أزمة عقل، مسيطر عليها الحقد، البغض، الطائفية العمياء الهوجاء، التكفير، اللاوعي، الجهل بالدين،
عدم فهم الإسلام، انقطاع العلاقة بالله وبحقيقة التوحيد. وعرضهم ووقف، هذا نموذج. أنا أقول لك مو قاري في الإنترنت، أنا سامع عنه من واحد هو مات بعد، مات في تفجير، زين، مات في تفجير، تفجير قرب الصحن قبل سنين. قال لي ياه منكم مع صدام حسين وياه منكم مع الحسين. وقام واحد عمره 22 23 24 سنة قال أنا مع الحسين. قال روح ذيك الصفحة، وراح وأطلق عليه وقتله أمام الجماعة الواقفين. ورد كرر السؤال، قال يلا الآن أعيد سؤالي، ياه منكم مع صدام حسين وياه منكم مع الحسين. ولا تردد واحد آخر يقاربه في السن وقام قال أنا مع الحسين. قال روح يمديك الجيفة، يعني ذاك الشهيد، زين، وأطلق عليه وقتله. احنا شبعانين من هالشكل سوالف. إذا يقولون احنا بنمل من كثر القاتل وتقديم الدم، قبل ما ترسي مراكب العدل على مرافئها، لو في إنسان راح يمل قبل أن تكون العدالة تعم الجميع، هذا وهم. هذا وهم. ما في واحد يرضى أن يظلم أبدا، والذي يرضى أن يظلم هو إنسان ظالم، تعرف؟ هو إنسان ظالم. ما في واحد يرضى أن يهمش أو يظلم أو ينهب أو أبدا. جعفر الصادق عليه السلام لما قتلوا المعلى بن خنيس مولاه ونهبوا أمواله العباسيون، خرج وهدد وراح دخل على الحكومة العباسية وطلع عن بوتقة التقية في وقتها، زين، لا أبدا. على أي حال، يقول الذي حدثني عن من كان من جملة الطابور الواقف لما قتل الثاني بعد ما سألنا، قال يلا دلفوا كل واحد بيته، حلم علم، احنا كلنا طلعنا. يقول جيت بالليل ولما انغفت عيني شفت واذا الحسين جاي الى الصحن يمشي وياه انصاره الشهداء، 73 واحد من الشهداء مع الحسين وجايين الى هذين الشهيدين. واشر الامام الحسين على الاول، قال هذا ادفنوه معكم في الضريح، يقول للأنصار دفنوه وياكم في القبر، هي القبر الجماعي لنزورهم الأنصار، السلام عليكم يا أنصار الله وأنصار رسوله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، زين، دفنوه هني. الثاني قال لا، شوف الفارق، الثاني شيلوه دفنوه عندي في الضريح، دفنوه عندي في الضريح. يقول عادل الأنصار قال لولا مولاي اثنين هم مقتل واحد وعلى صعيد واحد وقضية واحدة، قال ايه ولكن هذا الأول بعد، يعني هو مضحي صح وما عرف، ما شاف المصير رؤيا العين، الثاني رأى وعارف المصير ووطن نفسه، قال أنا راح أقول أنا مع الحسين وهذا مصيري، اقتنعت بأن يقتلني ولا أفتح باب على الناس يذلون أنفسهم، زين، وعندهم أكبر قيمة في الوجود وهو الدم.
عندهم أكبر قيمة في الوجود وهو خيط الرقبة، عندهم أكبر ميزانية ورأس مال يهز وزنه الأراضين وهو النفس، آخر شيء وهو النفس. العادة كالميت يحضرون أهله، العادة كل ميت يحضرون أهله، هذا يحضر جفن هذا يفصل، هذا يجلب ماي ذاك يغسل، هذا يحفر قبر هذا ينزل، هاي عادة ما جرت فيه. كل شهداءنا مشوا وراهم وشالوهم وبردوا قلوبها عليهم، كل أبو شهيد ترى قلبه برد إذا شاف الجنازة تموج. أسألكم وأبا شهداء قاعدين وجدانا، يعني لما تشوف ابنك شهيد صح انت تحس بألم، لكن تشعر ان هذه الجنازة على امواج من الناس، الناس متفانين، يلا يلا واحد يمسك تابوت شهيد او يشيله. والحسين 3 ايام ما حد، كلهم خايفين. العادة اللي يطيح وتندب يحقامه، تقوم أهله وعمامه لكل فرد قومه، تسل سيوفها وتشهر مواضيها، نسوان الليلة بنشيع، يعني بنشيع شهداءنا كلهم ويا الحسين وجنايز بكربلة. ها اجا النسوان يملان شافن الاجساد، صاحوا بالترضى الجسم بالسجاد، تنام العين وحسين وهلا الأمجاد، منهم كل شخص متغير رسومه، مغيرتهم الشمس. كثر صايح النسوان على ابو اليمه، كثر صايح نسوان على ابو اليمه، تحشم الزليم تمشي وتدفن بهمه، صار من بني سدع الجثث لما تخاف من القبر والسكت ملزومه، من ابن زياد خاف وحط ورميه للفارس ملثم قاصد بنية، وخرى وخاف يظهر من بن مية، قال لهم ايش عندكم واقفين صفوف، قالوا لا نتفرج على الجثث ونشوف، لا تخافون قال
الساع دفن بيها حبيب البيت روط القاع بعد حفرة دفن 70 بيها سباع و17 يوم الحرب معلومة قال لهم دحفروا هنا بعد حفرة دفن بيها الحسين ويسجد العبرة وعبد الله الطفل خلا ويلي وعبد الله الطفل هني بعد عدنا يقولون وقفة بسيطة نتذكر فيها ونقرأ من أبيات واحد من أهل القطيف لأن عدنا بعد مساهمات هناك وعدنا شهداء أرواح صعدت زاكية زين يقول هذا الشاعر القطيفي يقول حين ظهر على روح حسين والله أعلم يعلم بحاله بلال الجفن والتابوت لف الضايا وويلي ولم الجسد المقطع ويلي وجمع وصاله لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والجفن ركبها على زنده والجسد مجموع هذا الجسد بعد 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 هذا الجسد وين الراس راس على الروح الله يرحم بعد الوالد رحمه رحم شهداءكم يقول جابوا لقيطعة بارية وجمعوا صالة ولفع ساعة عيني العمي ودمقوا شارة وحطوا وسط قبره ودخل صروين حناله ولي 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 وسد بقبره ودمع بالخد همال قل يا ابن قضي ذيل غيرك مشايفنا مجفنين بين من عقب ما توقع ثلاث ايام مامي ولا لك غير شمال رجع رجع رجعت ما استقبلته زينب تقل دفنت اهلك يا باب عد اهلي سجاد وسجدت واريتهم لو بس كلكم حافظين والخاطر هل قاعدين من آباء الشهداء من المحرق للمعامر من سترة لكل مكان موجودين قالها يا عم الوسطى رشبني ليزيد ويحنا من بعدهم غصب ماشي ما حد تدنى من الخلق شق الهرموس وغير محاسنهم يا عم البطال عباس لا راس ولا
جمال شحال عليه من حر الأوهاد. قالها يا ليلى عن عضيدي لا تنشدي. هذا لأخوان الشهداء، لا تنشديني عن علي حال شقاقني، بس ما شفيت حالة عضيد انهدركني، وسجيت جثته بحفرته وازداد حزني، وكل ما شفت طوله وقبره ملت العين، وكل ما شفت طوله وقبره ملت العين، كل ما تم وكل ما شفت طوله وقبره. شلون شفت اجسادهم يا نور عيني؟ هذا الذي مقتول ترى اهله يسألون الدفان شلون، يعني شلون جسده، شلون شفت فيه، شنو حاله، شلون شفت اجسادهم يا نور عيني؟ كلكم شايفين اجساد، شلون شفت اجسادهم يا نور عيني؟ قالها بعرا قالت اني شدك عن جميلي، بيا حال شفت قال بس لا تنشدي، سجيت وسدت عبد الله الرضيع بحفرته، صاحت يا ابو محمد تراحت ياك شا
شعبني بحفرة عزيز حسين كيف توسدني. اسمع يا ريت ذاك القبر وياهم يضربني، يا ريت ذاك القبر وياهم يضربني، شلي بحياتي ناقصة وعيشيها لنا، شلي بحياتي ناقصة وعيشي وهو السليم. اللهم صل على محمد وآل محمد. من اجتمعنا لسببه اللهم اجعل في الأرض عن جنبيه واصعد إليك بروحه واسكن إليه رحمة تغنيه عن رحمة من سواك. اجعل القبر له من خير منازله وهو خير منازله إن شاء الله، وجميع شهدائنا الأبرار الأخيار المظلومين المقتولين المهضومين إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات ومن اجتمعنا لأجله الشهيد السعيد وجميع أخوانه الذين ساروا في مركبه. نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات على محمد وآل محمد.